أضيف لك هذه المعلومة أفيدك بها. طريق التنمية ذاك اليوم جاء مستشار رئيس الوزراء إلى لجنتنا اللي هي لجنة نقل واتصالات. يا بش أخبار طريق التنمية؟ شنو خطته؟ من تمولوا؟ قال راح نتعاقد مع شركة، والشركة بعد 9 أشهر يلا تطينا آلية إنشاء هذا الطريق. منين نجيبه؟ نجيبه من موازنتنا، نجيبه استثمار، نجيبه مشاركة. 9 أشهر يعني هذا وقع وما يدري خطة ما عنده؟ هاي كلها مذكرات تفاهم. زين، لحد هاللحظة هذه طريق التنمية اللي الآن ماخذ هالنمط الكبير من الهالة الإعلامية ما نعرف منين تمويله، بعد 9 أشهر هاي الشركة العالمية راح تعطينا خطة توضع وتقول يابا هذه الخطة اللي احنا على أساسها.